العالم مكتوب لخيدة حتى الآن عندي. قول أنا والصحاري والمطر والفرس والطير ونبت الخزامة والظبي والشعر خلان، بنيت البيوت من الشعر والشعر تعبير عن الماضي الحاضر وعما يكون كان. فهذه قصتي مع النزوح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ممدوح العيسى بن إبراهيم من أهالي وسكان ريف حلب الجنوبي. أنا نزحت من ديرتي يوم 22/10/2015 نتيجة الأحداث اللي صارت والحرب الدائرة بين الأطراف المتصارعة. بهالنزوح أول ما نزحت قبل لا نزح نفسي وأهلي نزحت الخيل. الخيل يليها بيت الشعر هذا طوينا وعدتها لقهوة ونزحنا أبعدنا عن أطراف الصراع. يلي ذلك أخرجت الكتب مكتبتي الكاملة، لكن للأسف يعني فقدت منها ما يقارب النص. ومن ثم النزوح الثاني تم بمطلع 2018 أيضا نزحنا كمان نفس المبدأ، نزحت الخيل قبل لا نزح أهلي ومن ثم أهلي وما تبقى من بيت. اليوم جينا لهالمكان هذا، قعدنا صارنا اليوم بحدود السنة ونص تقريبا الحمد لله. الخيل لا زالت معاي، بالإضافة زي ما انت شايف هالبيت هذا وعدة هالقهوة، يضاف لهن شغلة ثالثة قد يجوز مي مرغوبة عند بعض الأطراف، لكن أنا عندي مرغوبة كونها من متممات حياة البدو ومتممات هواية الصيد اللي هي الكلب السلوقي. السلوقي رافقني طيلة فترة النزوح، فإذا المرافقاتني بالنزوح الكتب الخيل وبيت الشعر عدة القهوة والفرس والسلوقي. فهذا الأمر كله يذكرني بقصيدة للأمير خالد الفيصل لما يقول أنا والصحاري والمطر والفرس والطير ونبت الخزامة والظبي والشعر خلان، بنيت البيوت من الشعر والشعر تعبير عن الماضي الحاضر وعما يكون كان. فهذه قصتي مع النزوح، راح لي بحدود 2000 كتاب، حصلت على شيء 2000 تقريبا 2500 كتاب لا زالت موجودة عندي. أبلغ من العمر 47 عام، أنا تولد 1972، سجلت السنة الماضية في جامعة إكسفورد كان اسمها سابقا والآن جامعة الشمال الخاصة، أدرس فيها كلية شريعة وقانون في جامعة إكسفورد جامعة الشمال الخاصة. والله ليس من أجل الوظيفة، ليس من أجل مال، إنما فقط من أجل زيادة المعرفة والثقافة. فلا يصنع الرجل إلا شيئين في الحياة، تصنع تجارب الحياة والمجالس ومن ثم العلم. يعني الإنسان بلا علم ما يفقه شيء في الحياة. وأنا أوجه شكري كمان للدكاترة القائمين على تدريسي في الجامعة، ربما بعضهم أصغر مني سنا لكن أنا ممتن له والرئيس الجامعة أنهم استقبلوني وأداوم بالجامعة بلباسي هذا، بلباسي هذا اللي شايفه أنا أداوم بجامعتي وأدرس بمدرستي بلباسي هذا. أنا أفتخر بلباسي هذا كوني ابن عرب، احنا نقول عرب وعند أهل المدن يسمونا بدو، فما أجملها أن أكون إنسان بدوي ومتمسك بالعادات والتقاليد، متمسك بالأصالة ومع ذلك إنسان مثقف
يفقه بالقانون ويفقه في الشريعة وفي الثقافة وفي العلم ويكتب بقلم الحبر. فبنظري أنا شخصيا أو رؤية شخصية لا أمليها على أحد أنه هذه قمة الحضارة وقمة الثقافة. أنت عمم عليهم صح؟ وخلهم يقربون ثاني مرة شوف. جاي أول واحد يجمع معاك. نحمسها بالمحماس على النار، بعدين ندقها بالنجر، ينحط مي، تقدر المي شقد، يعني بدك انت نص كيلو كيلو الكمية اللي بدك اياها. لا ما تغلى المي تضيف القهوة المطحونة بالنجر، او البدو يسمونه مهباش بعضهم، تخليها على النار لا متعقد وتدخن تصير قهوة راكزة. تصفيها من الطباخ الأساسي بدلة أو طباخ ثاني عملية التصفية، ومن ثم ترجع تفرغ منها بالدلة تبع المضيف، تضيف لها الهيل. في ناس تضيف لها جوزة الطيب، في ناس تضيف قرنفل معها، في ناس تضيف زنجبيل، لكن يعني تضيف هيل مع القهوة هو الأساس. كمان تدقوا بالنجر وتحطوا وتنغل القهوة اللي بدلة مع الهيل وتنصب للضيف. على مطرى الهيل والقهوة في بنت اسمها هيا بنت عيادة الحربي بالزمان اللي مضى، رجلها كريم وأجودي، فقاموا وأهلها مسكوها قالوا هذا ما عنده شيء ومن كرمه يذبحك الجوع، فمسكوها شهرين. فقامت البنت زعلت انه رجالها وراعي بيتها وأهلها احتجزوها. قالت أمها يا بنتي حط بعينك كحل. فتقول قصيدة من ضمن هالقصيدة، تقول يا ما العين انحارب السوجة الميل، على عشير بلحش شب ضوة، عليك يلي طبخته نصفها هيل، اللي سعى بالطيب من غير قوة. المال ما يرفع عفون الرجاجيل، والفقر ما يقصر براع المروة، أجواد نسل أجواد جيل بثر جيل، الطيب فيهم من قديم وتوة. الشاهد من السالفة أن القهوة ترمز للكرم عند البدو، ترمز أنه هالبيت بيت أصالة، فيه أجواد نسل أجواد جيل بثر جيل، الطيب فيهم من قديم وتوه. بعدين القهوة هي للدخيل، وهي المخرصة الشتيل، وهي خطابة النسوان لما يجي الجاهة تجي ويحط الفنجال قدامه وما يشربه، يقول والله ما اشرب الفنجال إلا جاي فيه أروح فيه، يقول اشرب وتم الأمر إن شاء الله. فكثير قضايا انحلت عن طريق فنجال القهوة. مدلوليتها أيضا يعني هي من تراث العرب، المشروب المفضل عند العرب. صار عليها قصيد كثير، من ضمنها القصيدة لما يقول يا كليب شب النار، يا كليب شب عليك شبه والحطب لك إيجابي، حنا علينا جيب ماها وحبه، وعليك تقليط دلال العذابي، الوال ما يكليب عجل بصبه، والرزق عند اللي يجيب السحابي. والقصيدة الثانية والثالثة والرابعة
مثل راحوا اثنين ضيوف على بيت صب لهم قهوة ويوم ترى على البيت أحواله على قده. الأول قال الدلة اللي ما تبهر من الهيل مثل أشوات اللي قليل اندسمها. الثاني قال لا الدلة اللي ما تبهر من الهيل مثل العجوز اللي خبيث النسمها. رد عليهم المعزب وقال مرة نهيلها ومرة بلا هيل ومرة من العوزات نقضي لزمها. المهم يعني يكون في شيء يتقدم للضيف لما يجي. القهوة هي أساس الكرم عند العرب. القهوة أول ما يقدم للضيف فنجان القهوة. بالفرح حاضرة وبالعزة حاضرة وبالصلح حاضرة وبالكرم حاضرة ومجالس الأمراء حاضرة ومجالس الرؤساء حاضرة. أقسام الفناجيل فنجال أول فنجال والثاني. طبعا لما المعزب يقوم يصب للضيف يشرب فنجال قبل لا يصب للضيف تيعطي الأمان للضيف أنه أنا شربت قبل لا تشرب أنت. الفنجال الأول يسمى فنجال الكيف، فنجال السيف، وفنجال الهيف، الهيف اللي يشرب المعزب، وفنجال الكيف، والثاني فنجال السيف. فنجال السيف لما يصير مجلس حرب ويحطون الفنجال بالنص ويقولون هذا فنجال فلان اللي تقعد بذبحة فلان يشرب الفنجال، هذا يسمونه فنجال السيف. نعم هذه أقسام القهوة وطرق تحضيرها ورمزيتها عند البدو، رمزية كرم، رمزية طيب، رمزية ملقى للضيف. الضيف لما يجي على بيت نفسيا يرتاح، يلاقي فيه قهوة نفسيا يرتاح.